نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان. النشرة مستهلة بالعناوين. صباح الخير. انفرجت في العراق فبدأت التهاني والمبروك للحكومة في لبنان. استعدادات في بعبدة للصورة التذكارية قبل نهاية الأسبوع، وروكز لصوت لبنان عن العقد الباقية. نسبة كبيرة العدل للرئيس. فرنجي يعاكس الأجواء التفاؤلية. نحن إذا ما في حقيبة الأجرال أو الكهرباء قاعدين برا ومرتاحين وما عندنا أي مشكلة. وعدوان يكشف مضمون المشاورات. نحن بما يتعلق بوزارة العدل تلقينا عرضا من الرئيس المكلف. الباخرة إسراء سلطان توقف إنتاجها اليوم، فهل يزداد التقنين؟ ترامب يقر بمقتل خاشقجي. الحلم تحقق، وهلأ صارت الكهرباء 24/24. شركة كهرباء زحلي وعدت ووفيت، رح نضوي ليل نهار. مبروك لزحلي والجوار وعقبال لبنان كله. كهرباء زحلي، دايما نحو الأفضل. كل ويك أند عند لافالور موعد ثابت مع التوفير. هالويك أند جونسون شامبو 800 ملليلت ب 4990 ليرة. انفرجت في العراق فصارت الحكومة على مرمى حجر في لبنان. هكذا بكل بساطة تسربت كلمة السر الخارجية بعد الانفراج العراقي الذي ترجم توافقا إيرانيا أمريكيا غير معلن على رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة، وانتقل المعنيون في لبنان من التقاتل على الحصص والحقائب إلى تبادل التهنئة بولادة الحكومة العتيدة التي صار إخراجها من غرفة الولادة مسألة ساعات ليس إلا، وعلى الأرجح من اليوم وحتى الأحد المقبل. هو مشهد من مشاهد الديمقراطية اللبنانية الغارقة في المظاهر والقشور، وجزء من هذه الترجمة سيكون الانتقال السريع برمشة عين من حرب الحصص والأحجام إلى شعارات الوحدة والتضامن والإنجازات المطلوبة. والسؤال: أية إنجازات ستتم صناعتها بين مجموعات تبادلت على مدى 5 أشهر سن السكاكين وتوجيه الضربات واللكمات؟ وأين المحاسبة على الهدر الكبير الحاصل في الوقت بعدما تبين أن إخراج التسوية الحالية كان ممكنا بالصيغة ذاتها قبل 5 أشهر لو كانت الرؤوس أقل حماوة واعتبارات المصلحة العامة أكثر حضورا؟ ولادة الحكومة مسألة ساعة معدودة، ومبدئيا تحدد غدا السبت أو بعد غد الأحد موعدا لأخذ الصورة التذكارية للحكومة العتيدة على أمل تذليل العقد القليلة الباقية، ومنها عقدة حقيبتي العدل والأشغال. وكما صار معلوما فإن الكباش على الأولى مستمر بين القوات اللبنانية ورئيس الجمهورية، وعلى الثانية بين التيار المردة والتيار الوطني الحر. أجواء التفاؤل بقرب الولادة الحكومية صامدة معززة بإجراءات عملية. كل التوقعات تشير إلى أن مسألة صدور مراسيم تأليف الحكومة باتت مسألة ساعات، حتى أنه طلب إلى الصحفيين المعتمدين في قصر بعبدة أن يكونوا مستعدين للحضور في أي لحظة إلا إذا طرأ ما ليس في الحسبان، وأرجئ إعلان الولادة الحكومية إلى الأسبوع المقبل. وتردد في دوائر القصر أنه جرى تجهيز السير الذاتية لكل الأسماء
التي يتم تداولها في الإعلام لتولي مناصب وزارية. هذه الموجة التفاؤلية واكبتها مواقف وتصريحات بيّنت وجود تقدم فعلي في المشاورات الجارية بعيداً عن الأضواء. فرئيس الجمهورية ميشيل عون الذي ألغى مواعيده أمس لمتابعة الاتصالات طمأن في خلال جولة له في حديقة القصر الجمهوري إلى أن الحكومة صارت على قاب قوسين أو أدنى من التأليف. والرئيس المكلف سعد الحريري أكد بدوره مساء أمس على هامش لقائه سفراء مجموعة الدعم الدولية في بيت الوسط أنه متفائل وأن الحكومة ستبصر النور هذا الأسبوع، وردا على السؤال حول ما إذا كانت وزارة العدل قد حسم أمرها قال: إذا كنتم تريدون مساعدتي لا تدخلوا بالأخبار من هنا وهناك، لأنها لا تساعد في حلحلة العقد بل تؤدي إلى سجالات، مشددا على أن كل الأطراف السياسية ستتمثل في الحكومة بما فيها القوات اللبنانية، لكنه لفت إلى أن هناك بعض التفاصيل التي لا تزال عالقة. كلام الحريري دل بوضوح على وجود بعض العقد التي تنتظر الحل قبل إطلاق زغاريد التأليف. أبرز العقد الباقية حقيبة العدل التي عرضها الحريري على القوات، ولم يمانع الرئيس ميشيل عون ومعه التيار الوطني الحر في التنازل عنها لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، لكن مقابل الحصول على وزارة الأشغال. ولاحقا عرض الرئيس الحريري على الوزير يوسف فنيانوس الذي التقاه أمس في حضور معاون الرئيس بري الوزير علي حسن خليل الحصول على وزارة التربية بدلا من الأشغال، إلا أن فنيانوس رفض على اعتبار أن التربية يتمسك بها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، ونتيجة ذلك عاد التيار الحر إلى التمسك بحقيبة العدل وأن تعطى وزارة العمل بدلا منها للقوات. هذا الأمر يمكن أن يحسم اليوم في اللقاء الذي سيجمع الرئيس الحريري والوزير ملح مرياشي، في حين بات شبه محسوم أن تذهب الأشغال للمردة والصحة لحزب الله والتربية للحزب الاشتراكي. النائب سليمان فرنجي خالف موجة التفاؤل المعممة وقال في إطلالته التلفزيونية عبر محطة الام تي في إن كواليس تأليف الحكومة تكشف أن 80% من العقد لم تحل، معتبرا أن العهد لم يحقق ما يمكن وصفه بالنجاح. إذا بنطلع بالكواليس احنا بنشوف أنه العقد بعدها يعني خلينا نقول 80% نفسه، لهلا ما في شيء محسوم إلا إذا بهالليل أو بكرة إذا القوات رضيوا بلا وزير عدل أو حسمت لهم العدل، إذا رضيوا بلا نائب رئيس أو حسمت نائبة الرئيس هذه بتحل. إذا نحن اليوم مشيوا التيار الوطني وفي وزارة الأشغال لفريقنا بقول لك أنه بتحل. لحد هلا ما اجى الكلام بالقبول. نحن اذا ما في حقيبه الاشغال او الكهرباء اللي هي انا بتصور اليوم مستحيله، يعني احنا بنقعد وقاعدين برا ومرتاحين وما عندنا اي مشكله، ما في اي مشكله، لانه عرق للدوله كمان، يعني منا من النوع اللي رح يجي عرق للدوله يعني. النائب السابق فرنجي اكد ان المصالحه بينه وبين رئيس حزب القوات اللبنانيه سمير جعجع ستتم على الأرجح في بكركي برعاية البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراحي، وستكون هناك خلوة بينه وبين الدكتور سمير جعجع. وأكد أنه لن يكون هناك اتفاق خطي بل سيكون هناك بيان مشترك عن الاجتماع. وسئل فرنجي: كان عمرك 25 سنة بس عملت نايب، فبأي عمر بتعمل رئيس؟ فأجاب: إن شاء الله مش بـ 82 أو 83. أنا أب جورج عدوان لخص موقف القوات اللبنانية: نحن بما يتعلق بوزارة العدل تلقينا عرضا من الرئيس المكلف، الحكومة ماشية بالسياق الصحيح، إنما الحكومة هلأ عم بدير الرئيس المكلف بمسؤولية وهدوء، يعني بالأربع وعشرين وثمانة وأربعين ساعة الجايين في نقاش ما زال قائما، ما في شيء بما يتعلق فينا خلص ولا في أجواء متوترة، بل بالعكس في نقاش بناء. القراءة السياسية في هذه النشرة مع النائب السابق فادي كرم الذي انضم إلينا. صباح الخير استاذ فادي. صباح الخير لكم المستمعين. آخر صورة لمساعي التأليف، هل يمكن أن تكون وزارة العمل بدلا من وزارة العدل من حصة القوات اللبنانية؟ لا، الموضوع بالنسبة لنا مش مطروح بهالطريقة. نحن طلبنا وزارة العدل، واليوم
عم نفاوض على هذا الموضوع باللحظة انه ما طالبنا فيه تنكون وازنين نعتقد انه تحقق. شكرا للنائب السابق فادي كرم. في المقابل عضو تكتل لبنان القوي النائب شامل روكوس تحدث لصوت لبنان هذا الصباح عن أجواء الاتصالات. مبدئيا صارت المراحل الأخيرة إن شاء الله بأسرع وقت ممكن أنه تكون منتهية بأخير هاليومين، بس المهم اللي عم بينحكى عنه أنه المعايير مشيت، المهم المفاهيم تمشي أحسن أكثر من المعايير، لأنه كل الوزارات منيحة وكل الوزارات خاصة المنتجة هي وزارات أساسية ومهمة بالبلد، ما لازم المعايير تطري على المفاهيم طبعا الوزارات والحكم. السؤال الطبيعي، حصة الرئيس ميشيل عون هل حسمت بأن تتضمن حقيبة العدل أم أن المشاورات ما زالت جارية بهذا الخصوص؟ بعد في مشاورات جارية بس نسبة كبيرة العدل للرئيس. برأيك وزارة العدل ستكون لرئيس الجمهورية والبديل للقوات اللبنانية؟ كل الوزارات منيحة لوزارة العمل، شو بتشكي وزارة كتير مهمة وأساسية، يعني ما فينا نفكر بوزارة العمل مثلا إنه وزارة الخدمات أو وزارة العمل هي وزارة الضمان الاجتماعي، وزارة الشغل والإنتاج، يعني وزارات كلها وزارات مهمة، يعني منا هذا هو المفهوم الغلط. الزراعة، الصناعة، الاقتصاد، السياحة، هن وزارات إنتاج بالبلد، هن ممكن ينقلوا المواطن اللبناني من محل لمحل إذا شغل بطريقة مضبوطة. يعني طريقة المعايير خربت المفاهيم، المفاهيم هي أساسية بهالموضوع. ممكن يكون شامل روكوز وزير في الحكومة العتيدة؟ لا أنا مني وزير. مش مطروح بهالحكومة؟ لا نايب. بالعودة إلى العقد، باع حزب الله السنة من خارج تيار المستقبل الذين بات تمثيلهم مستبعدا كليا، وكذلك فإن تمثيل الأقليات مستبعد نتيجة تمسك الأرمن بمقعدين وزاريين. بطريرك السريان الكاثوليك مارغناطيوس يوسف الثالث يونان ناشد رئيس الجمهورية ضرورة تعيين وزير من أبناء الكنيسة السريانية الكاثوليكية في الحكومة العتيدة لرفع التهميش الذي لحق بها طوال السنوات الماضية، حيث أقصي السريان عن أي مسؤولية في الدولة اللبنانية. للإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة معالي وزير السياحة أفاديس كيدانيو. صباح الخير معالي الوزير. صباح الخير لكم ولكل المستمعين. نتيجة اتصالاتكم وين صرنا؟ هل سيتمثل الأرمن بوزيرين في الحكومة؟ أستاذ الكريم، أنا اعتقادي نعم سوف يتمثل الأرمن بوزيرين، لأنه هيدا عرف وحق، وإذا بدك طبيعة الأمور بأنها تمشي هيك، مع الدعم المطلق لتمثيل الأقليات في الحكومة. هلأ ممكن تكون حكومة مؤلفة من 32 وزير، وبالتالي بيكون في مقعد للأقليات يسمى الوزير من السريان الأرثوذكس أو الكاثوليك أو ما إلى ذلك، ما في مشكل. بس يعني لما من مين سمعت معالي الوزير أن الحكومة ستكون من 32؟ مش سمعت. نحن الجهد بالأساس إذا بتتذكروا فخامة الرئيس بداية تشكيل الحكومة أو تكليف الرئيس سعد كان طارح فكرة حكومة 32 وبالتالي يتمثل فيها الأقليات المسيحية والإسلامية. هلا هيدا الطرح ما كان لاقى تجاوب عند دولة الرئيس سعد الحريري، ومشت الأمور على أساس عم نشكل حكومة 30. اليوم مع بروز إذا بدك تمني بتوزير الأقليات المسيحية في الحكومة، واللي نحن داعمين لهذا التمني، كان اتضح بأنه يؤخذ من حصة الأرمن. هلأ بتصور بلبنان التركيبة الطائفية المذهبية كتير دقيقة لدرجة أنه ما ممكن حدا يتغاضى أو يتخلى عن أي حق، لأنه هيدا بالمستقبل فينا نقول عنه سابقة وبيصير حق مكتسب والأمور بتمشي، لأنه عندنا مجلس نيابي في 6 نواب أرمن كاثوليك وأرثوذكس وبالتالي يمثلون بوزيرين بحكومة من 30 شخص. في اتفاق الطائف يلي ببنودة أو بمداولاتها اعتراف بأن الطائفة الأرمنية أحد الطوائف 7 الأساسية في لبنان، وبالتالي تشكل الحكومات ب14 وزير وما فوق لكي تمثل الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية. ومن هالمنطلق أنا ما بتصور ممكن يكون في أي أحد بالجمهورية اللبنانية اليوم قادر يخاطر بأنه يغير نوع. هلأ بدك تقلي في سوابق، وقت اللي كان في
صوت الرئيس الله يرحمه رفيق الحريري عنده كتلة نيابية من 4 نواب أرمن، وبالتالي يمكن بالتوافق معهم اعتمد بأنه ما بيسمي أرمني وبيسمي من الأقليات أو من الإنجليين وما إلى ذلك. أوكي حصلت بتصير، لكن الحكومات اللي تمثلت فيها أو وجد فيه وزراء غير أرمن أو من الأقليات هي حكومات مؤلفة من 24 وزير، وبالتالي نعم كل حكومة مؤلفة من 24 وزير في واحد أرمني أرثوذكسي والثاني من الأقليات. اليوم بحكومة 30 هيدا عرف، هيدا مبدأ لا حدا بيتخلى عنه، ما حدا بيتخلى عن رزقاته، ونحن عم نقول نحن متمسكين بهذا الموضوع، وعم نقول اللي بده يكون في شهامة بالتعاطي مع الأقليات واللي حقهم بده تكون الشهامة من كيسه مش من كيس غيره. هيدا المبدأ الأساسي، نحن ما عنا في مشكلة. شكرا شكرا لمعالي وزير السياحة أباديس كيدينيا. بعد الفاصل، هل يزداد التقنين الكهربائي؟ جاءنا من مصادر موثوقة أن حصة لوشاكوتي هي وزارة التوفير. كيلو صدر دجاج بس ب 7450 ليرة. اقتراح قانون لرئيس الكتائب يلغي تعويضات النواب السابقين مدى الحياة استناداً إلى تجارب دول أخرى. كيف سيجد طريقه إلى التنفيذ؟ فهل سيشرع النواب ضد مصلحتهم المالية؟ نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي في حزب الكتائب جان طويلي، ومداخلتين للنائبين محمد الحجار والياس حنكش الجمعة بعد نشرة أخبار 8:15 مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. توقف الباخرة التركية إسراء سلطان إنتاجها للكهرباء اليوم بعد أن تستهلك ما تبقى من كميات الفيول المخصصة لها، بعدما كانت توفر طاقة إضافية قدرها 100 ميجاوات. للإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة ممثل شركة كارادينيتس التركية المهندس رالف فيصل. استاذ فيصل صباح الخير. صباح الخير، أهلا أستاذ شربل. صباح الخير كمان لمستمعينك كمان. عمليا شو رح بيصير؟ تقنين الكهرباء قديش رح ينزل بس تروح هذه الباخرة؟ صراحة هيدا الموضوع بده ينسأل عنه شركة كهرباء لبنان، لأنه هي بتأمن ساعة التغذية، هي بتعمل كنترول على ساعة التغذية. نحن الكهرباء من الباخرة هيدي بتنعطى على الشبكة العمومية لكهرباء لبنان. اعطتوها مجانا لفترة محددة، صار في تواصل مع الجهات المسؤولة في لبنان لتوقيع عقد انه تصير هذه الباخرة تقدم الكهرباء بشكل متواصل اكثر؟ لا صراحة نحن من قبلنا ما صار في تواصل، ولا من قبل كمان الحكومة اللبنانية. يعني بنعتبر رحلة إسراء سلطان انتهت، لن تعود الى لبنان. مبدئيا الباخرة رح تتوقف مثل ما عرفتوا اليوم خلال النهار عن العمل، بس يخلص كل الفيول موجودين بخزاناتها، وبعد هالكم يوم اللي جايين رح تبلش تنفصل عن الشبكة. بيجي رح يجي فريق عمل تركي من اسطنبول ليجهزها وياخدها معه ان الله راد خلال الاسبوع القادم. شكرا للمهندس رالف فيصل ممثل شركة كارادينيتس التركية. في الأمور الحياتية أيضا، أكد مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود أن المؤسسة لن تقبل التوقيع على أي ملف للقروض السكنية إذا كانت الفائدة 12%، لافتا إلى أن المبلغ المرصود للطلبات لا يكفي، ولذلك فإن المفاوضات مستمرة، وتوقع أن تظهر الآلية الجديدة للقروض السكنية في خلال مهلة شهر واحد. أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر أن عمال 4 شركات معرضون للصرف في اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن عددهم يقارب 250 عاملا، ودعا العمال إلى عدم التوقيع على أي وثيقة متعلقة بالصرف قبل مراجعة الاتحاد العمالي العام. وللإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. صباح الخير استاذ بشارة. يسعد صباحك. الشركات الأربعة، عن أي شركات عم نحكي اليوم؟ أنا بفضل ما سمي اليوم، بس هي شركات شركات كبيرة صغيرة. نعم نعم نعم، مؤسسات كبيرة ومؤسسات متوسطة.
فيها مؤسسات كمان مصرفية. اللي عم نقول انه يعني القطاع المصرفي للمرة الاولى في لا صار له مدة كمان القطاع المصرفي ببعض القطاعات، بعض القطاعات تنصف المصروفين والبعض الاخر كمان يتجنى على المصروفين. المشكل هو انه نحن كوضع عمالي بحالة انحدار سريع جدا، وهذا الانحدار هو انحدار هدام ويمهد لثورة اجتماعية. يعني عم نلاقي حالات الصرف تتكرر بالمؤسسات بالمعامل. عندي معمل من البقاع ضمن هالمعامل، من أكبر المعامل الصناعية بلبنان. شو بيتعاطى؟ خلينا من دون ما نسمي الاسم، بس شو بيتعاطوا هالأربع شركات؟ مختلفين. في شيء من الصحافي كمان، والأعداد تتضاعف يوما بعد يوم. الصحافي مكتوبة؟ الصحافي المكتوبة. والملفت للنظر أنه عم نصطدم كمان بوقائع أنه هالمؤسسات لا تلتزم بالقوانين. يعني منلاقي انه جزء من موظفينا مش مسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجزء اخر مسجل بمداخيل غير هي المداخيل الواقعية. يعني بسجل هالموظفين وهالعمال بالحد الادنى للاجور، وبالتالي بوفر على نفسي انا بالضمان، بكون عم باخد من درب الضمان حقوقه الأساسية، وعم ساهم بهدم الضمان. وطبعا بده يكون حتما في دفترين كمان لوزارة المال، دفتر بالمصاريف اللي مقدرها هو صاحب الشغل، ودفتر آخر بالمصاريف وبالأرباح الحقيقية. فإذا نحن أمام حملة صرف، أمام حملة تهرب ضريبي كبير، وأمام حملة فساد. وبالتالي نحن بحاجة لحكومة فورية يكونوا من نظيفي الكف ومن أصحاب المسؤولية اللي يتحملوا مسؤولية، لحتى نقدر ننهض بهالوضع الاقتصادي الصعب، ونساهم بإنصاف هالطبقة بالقطاع، الطبقة العمالية بالقطاع الخاص التي تعاني الأمرين من اليد العاملة الأجنبية ومن الصرف التعسفي ومن عدم زيادة الأجور ومن توقيف القروض السكنية ومن المادة 50 كمان لتملك الأجانب بلبنان. وكأنه دعوة للجامعيين اللبنانيين أو للعمال اللبنانيين فلوا من لبنان، دعوة للهجرة الجماعية. شكرا لرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى بأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي من المرجح أنه قتل، موضحا أنه استند في كلامه إلى تقارير مخابراتية تشير إلى دور سعودي على مستوى رفيع في الاشتباه بقتل الصحفي. وردا على سؤال لصحيفة نيويورك تايمز حول العواقب بالنسبة إلى السعودية، أشار ترامب إلى أن الرد الأمريكي يجب أن يكون بالغ الشدة، لكنه في حديث آخر لوكالة أسوشيتد بريس حذر من التسرع في استنتاجات، مؤكدا أنه يرفض تبني فكرة أنت مذنب حتى تثبت براءتك. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد من جهته بعد اجتماعه مع ترامب أنه أوصى الرئيس بضرورة منح السعوديين بضعة أيام إضافية لاستكمال تحقيقهم، وبعد ذلك يمكن اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة الرد. ولفت بومبيو إلى العلاقة الاستراتيجية مع السعودية، والتي وصفها بأنها شريك مهم للولايات المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وفي تركيا تتواصل التحقيقات في حادثة اختفاء الصحفي السعودي، ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين تركيين أن الشرطة التركية تفتش غابة عند مشارف اسطنبول ومدينة قرب بحر مرمرة بحثا عن جثمان خاشقجي الذي اختفى قبل نحو أسبوعين. بالموازاة انضم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشن لقائمة الشخصيات والمنظمات الرفيعة التي قررت مقاطعة مؤتمر استثماري برعاية ولي العهد السعودي ستستضيفه المملكة في الأسبوع المقبل، لافتا لأنه قرر عدم المشاركة في المؤتمر بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية. قايد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلبية المطالب الدولية بسحب القوات الإيرانية من سوريا بتوفير ضمانات لدمشق، ودعا في خلال اجتماع في سوتشي إلى معالجة قضية الوجود الإيراني في سوريا عبر حوار ثلاثي بين سوريا وإيران
والولايات المتحدة. على خط آخر، كشف الرئيس الروسي أن تنظيم داعش يحتجز في منطقة تسيطر عليها قوات موالية لواشنطن في سوريا نحو 700 رهينة بينهم أمريكيون وأوروبيون، ويهدد بإعدام 10 أشخاص كل يوم ما لم تتم الاستجابة لمطالبه. وفي حين نفى قيادي في قوات سوريا الديمقراطية صحة تصريحات بوتين، أكدت مصادر في دير الزور لصحيفة الحياة أن الدواعش اختطفوا نحو 100 شخص بعد استغلال سوء الأحوال الجوية. إلى ذلك، سحبت دمشق قانون مصادرة أملاك اللاجئين بعد انتقادات دولية وحقوقية، فيما أعلن رئيس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية في سوريا يان إنجلند أنه سيغادر منصبه نهاية الشهر المقبل بالتزامن مع مغادرة الموفد الدولي ستيفان دو ميستورا منصبه. أخبار الرياضة مع نجيب قاعي. صباح الخير. بالبداية اليوم بنكون مع كرة السلة المحلية العربية، وتحديدا مع دورة حسام الدين الحريري مع فوز فريق هومنتمن اللبناني على الأهلي المصري 87-81 وضمان تأهله للدور النصف نهائي من هذه المسابقة. بهالوقت أيضا النجم الرادسي التونسي بيتغلب على المجمع البترولي الجزائري 78-68 وبيكون آخر المتأهلين للمربع الذهبي. اليوم في عنا مباراة مهمة، ولكن بختام الدور الأول بين الرياض بيروت والسلا المغربي على صدارة مجموعتهم. منتابع مع الأخبار الدولية، ورح نبلش أيضا مع أخبار كرة السلة مع المباريات اللي كانت عم بتصير من وقت قليل بالـ NBA. فيلادلفيا بتغلب على شيكاغو 127-108 وبأكد أنه رح بيكون أحد أفضل الفرق بالمنطقة الشرقية. بالوقت يلي ميامي هيت بتغلب على واشنطن بفرق نقطة 113-112 وبورتلاند على LA ليكرز 128-119. اليوم رح نكون مع افتتاح المراحل بالبطولات الأوروبية من بعد ويك أند ماضي كان مليء بالمباريات الودية والدولية للمنتخبات. بالدوري الألماني اليوم في عنا مباراة بين إنتراخت فرانكفورت وفورتونا دوسلدورف. بالوقت يلي بالدوري الإسباني افتتاح المرحلة التاسعة رح بيكون مع سيلتا فيغو ولافيش، أما بالدوري الفرنسي فافتتاح المرحلة العاشرة بين ليون ونيم. إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو اليوم متقلب مع أمطار متفرقة في عدد من المناطق ولا سيما الجبلية. الحرارة على الساحل 26 درجة. في اختصار، انفرجت في العراق فبدأت التهاني والمبروك للحكومة في لبنان. الصراع مستمر حول العدل بين القوات والتيار الحر. روكوز لصوت لبنان. نسبة كبيرة العدل للرئيس. وفادي كرم. ما طالبنا فيه تنكون وزنين نعتقد أنه تحقق. فرنجي يعاكس الأجواء التفاؤلية. نحن إذا ما في حقيبة الأجل أو الكهرباء قاعدين برا ومرتاحين ومعنا أي مشكلة. الباخرة إسراء سلطان توقف إنتاجها اليوم فهل يزداد التقنين؟ ترامب يقر بمقتل خاشقجي. وبهذا نصل إلى ختام نشرة أخبار الثامنة والربع، قدمناها لكم من صوت لبنان.